أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة رابعة من العقوبات على روسيا، وموسكو تحذر الدائنين بأنها قد تضطر إلى سداد ديونها بالروبل بسبب العقوبات. تأخر إعادة أعمار مصانع غزة بسبب تخلف المانحين عن تنفيذ تعهداتهم، والصناعيون يخشون تعميق التبعية الاقتصادية لإسرائيل. أهلا بكم. حذرت وزارة المالية الروسية من أنها قد تضطر إلى سداد ديونها بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك المحلية من الوفاء بديونها بعملة الإصدار. وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات الغربية تجمد نحو 300 مليار دولار من حسابات الحكومة والبنك المركزي بالعملات الأجنبية، ما يعني أن الغرب يريد الإيحاء بحدوث تخلف مصطنع عن السداد. هذا وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تتخلف روسيا عن سداد ديونها وأن تؤدي العقوبات إلى ركود عميق في روسيا هذا العام. هذا وقد تواجه روسيا حزمة رابعة من العقوبات، فقد كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل عن إعداد حزمة عقوبات ضد روسيا تشمل قطاع الطاقة. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد أعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الضغط على روسيا، وقال لصحيفة لا ريبوبليكا إن العقوبات السابقة كانت أكثر إيلاما للسلطات الروسية وأقل تأثيرا على الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة منها لمواجهة الضغوط المالية، بدأت مصارف روسية بفتح حسابات للزبائن بعملات البلدان التي لم تفرض قيودا على روسيا. وأتاح بنك في تي بي وألفا بنك لزبائنهما إمكانية فتح حساب باليوان من خلال تطبيق الهاتف المحمول، فيما عرض تينك أوف بنك فتح الودائع ليس فقط باليوان وإنما أيضا بالدرهم الإماراتي والليرة التركية والروبية الهندية والدرام الأرميني ودولار هونغ كونغ وغيرها. أما سيتي بنك فأتاح فتح بطاقة متعددة العملات بما في ذلك الرند الجنوب أفريقي ودولار هونغ كونغ. وأيضا في إطار مواجهة العقوبات، أنشأت الحكومة الروسية خدمة رقمية جديدة للتعاون المباشر بين شركات الإنتاج الروسية والعملاء. الخدمة سميت بورصة الاستعاضة عن الاستيراد، والهدف منها هو السماح للمنتجين الذين لم يتمكنوا سابقا من منافسة الموردين الأجانب بتزويد السوق بمنتجاتهم واستعادة سلاسل التوريد المعطلة بسبب العقوبات. ولفت خبراء إلى أن الخدمة الجديدة ستقلل الأعباء البيروقراطية والإدارية عن الشركات. هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح للشركات الروسية بالاحتفاظ بالطائرات المستأجرة من كيانات أجنبية بحسب ما ذكرت وكالة تاس. ويأتي ذلك ردا على العقوبات الغربية التي شملت احتجاز بعض الطائرات الروسية أو حظر تحليقها في الأجواء الأوروبية والأمريكية، وكذلك حظر تصدير المنتجات المتعلقة بصناعة الطيران والفضاء إلى روسيا. للمزيد حول تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد، معنا من السويد الخبير الاقتصادي الدكتور حسين العسكري. أهلا بك دكتور عسكري. جورجيفا توقعت، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي توقعت حدوث ركود عميق في روسيا، كما توقعت تخلف روسيا عن سداد ديونها. هل تبدو موسكو في مأزق اقتصادي ومالي بعد أن حاولت الإيحاء بأنها قادرة على الصمود اقتصادياً؟ نعم، هناك طبعا في مسألتين مهمة. يعني هنالك طبعا ضغط راح يكون على الاقتصاد الروسي. السؤال المهم هو هل ستستطيع روسيا مواجهة هذه الضغوط وإبقاء يعني اقتصادها عائما؟ لأن هناك فرق بين العقوبات الكلية التي تصيب الاقتصاد بالشلل التام، مثل العقوبات أو الحصار الاقتصادي على العراق في التسعينات أو اليمن اليوم، هذا كوارث. لكن هناك عقوبات جزئية مثل عقوبات على إيران أو حتى الصين والآن على روسيا، هنالك تترك ثغرات كثيرة لهذه الدولة ومجال الحرية لمواجهة الضغوط التي تأتي بسبب ذلك. فأنتم ذكرتم عدد من الإجراءات التي تقوم بها روسيا لمواجهة الضغوط التي تأتي من الغرب، مثلا فتح حسابات في عملات أخرى. يعني والآن الصين وروسيا عندهم حلف استراتيجي على الأقل اقتصادي يفتح لها نوافذ جديدة. لكن
استثناء، النقطة الأساسية هي أنه استثناء صادرات روسيا من النفط والغاز إلى أوروبا، هذا بحد ذاته فتح ثغرة كبيرة جدا تستطيع الكثير من البنوك والمؤسسات والشركات الروسية أن تنفذ منها. فهذه يعني من ناحية، هنالك طبعا من ناحية النفسية والمالية، العملة الروسية انخفضت بنسبة 30% مقابل الدولار منذ بداية العملية العسكرية، الاحتياطي الروسي ينخفض، لذلك الحكومة يجب أن تدع قيود، هنالك قد يحصل هناك حروب للأموال، وأيضا قد يحصل إفلاس في الشركات الروسية يعني بسبب يعني انهيار أسعار الأسهم والسندات لها. نعم، تفضلت بالحديث دكتور العسكري، تفضلت بالحديث عن تعويل روسيا على عائدات تصدير الغاز والنفط إلى أوروبا تحديدا. أعتذر، هي لم تتمكن حتى الآن من وقف استيراد الغاز من روسيا لأن لا بديل له. طيب، اليوم الاتحاد الأوروبي تحدث عن حزمة رابعة من العقوبات يستعد لفرضها، وقال إنها تشمل قطاع الطاقة. ماذا لو حرمت روسيا من عائدات النفط والغاز؟ هل هناك ما يمكن أن تعول عليه للصمود إلى حين انتهاء مفاعيل العقوبات أو المعارك الميدانية في أوكرانيا؟ أولا لا أعتقد أن أوروبا تستطيع الاستغناء عن النفط والغاز الروسي، ستحصل كارثة اقتصادية هائلة جدا يعني قبل أن تحصل في روسيا. وأيضا روسيا لديها إمكانية للصمود وأيضا فتح منافذ جديدة للتصدير لدول أخرى، فمن هذه الناحية يعني أوروبا ستتضرر أكثر. هذا على المدى القصير، يعني إحنا نتكلم على المدى الطويل الأمد، هناك استثمارات كبيرة جدا أوروبية ويابانية وكورية في قطاع النفط والغاز الروسي، مثلا في جزيرة يامال هناك استثمارات كبيرة قامت بها شركات أوروبية ويابانية وكورية. هل من دور يمكن أن تؤديه الصين مثلا في مثلا التجارة البينية، تقديم الدعم المالي والنقدي، الإقراض ربما؟ ما دور الصين في هذا السياق؟ نعم، هنالك يمكن أن تفتح الصين نافذة، وهذا أعتقد لقاء الرئيس بوتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بداية شهر شباط فبراير كان جزء من الاتفاق، هو أنه الصين تفتح ليس نافذة وإنما أبواب مشرعة أمام الاقتصاد الروسي، سواء من ناحية دعم أسواق المال والمصارف الروسية، وأيضا عن طريق فتح الأسواق الصينية للمنتجات الروسية الأخرى مثل القمح ومنتجات زراعية. نعم، فهذه صمام أمان روسيا هو الصين وأيضا شركاء آخرين، ولذلك الآن نحن عندنا في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني هنالك خلل في المفاوضات، لأنه يعني روسيا تريد أن تكون إيران مستثنات، أيضا روسيا مستثنات من نعم. إذن معركة الإفلات من العقوبات طويلة أمام كل الدول التي حاولت الوقوف في وجه الغرب. نعم. شكرا جزيلا لك الدكتور حسين العسكري، كنت معنا من السويد وأنت الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكل المعلومات القيمة التي قدمتها. وإلى قطاع غزة، حيث تراوح عملية إعادة أعمار المصانع والمنشآت الاقتصادية مكانها ما يكبد أصحابها خسائر كبيرة ويضعف القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي. عام كامل يوشك على الانقضاء من دون أن يتمكن أحمد من إعادة إعمار مصنعه الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير. فرغم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من عملية الإعمار، إلا أن الأمور تزداد تعقيدا، سيما في ظل عدم تحديد موعد لتعويض أصحابها بهدف إعادة إنشائها، وهو ما ينذر بتعمق أزمة المنشآت المدمرة. إحنا كمنشآت صناعية توقفنا، لو توقفنا ليوم واحد هذا بشكل ضرر، فما بالك أنه إحنا توقفنا لأكثر من عام. إن ما تم تعويضنا هنتعرض لخسائر أكبر من اللي تعرضنا إلها أيام القصف.
75 منشأة صناعية طالها القصف الإسرائيلي في العدوان الأخير، تنضم إلى ما يزيد على 1200 منشأة أخرى دمرت عام 2014 لم يجري إعمار أي منها حتى اليوم، في ضربة إسرائيلية تستهدف بحسب خبراء الاقتصاد عصب القطاع الاقتصادي الذي يوشك على الانهيار. إسرائيل تعمدت قصف المدينة الصناعية بهدف ضرب عصب الاقتصاد الغزي في قطاع غزة، بالإضافة إلى تمكين القوة الردع الإسرائيلي إلى تسريح الأيدي العاملة في المناطق الصناعية. 70% من قدرة القطاع الصناعي معطلة، نتاج منهجية إسرائيلية واضحة لضرب القطاعات الإنتاجية والصناعية في غزة، بما يؤمن إلحاق الاقتصاد الفلسطيني إلى الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل. تباطؤ عملية إعادة الإعمار وارتباطها بالوضع السياسي قد يزيدان من تدهور الأوضاع الاقتصادية في غزة. صمود القطاع الصناعي في غزة مرهون بمدى إيلاء الجهات الرسمية الأولوية لإعادة إعمار المصانع المدمرة، بما يمكن عجلة الإنتاج من الدوران مجددا بعد توقف طال لسنوات. أحمد غانم، غزة، الميادين. ختام النشرة، إلى اللقاء.